حضراتكم أولى فقراتنا الحوارية، والفقرة دي معانا شخصية يعني ذات تاريخ طويل في الرياضة المصرية. هو لاعب ومدرب ورئيس كمان لاتحاد الترايثلون، بنقول هنا أنه هو تدرج في مناصب عديدة حتى أصبح رئيسا للاتحاد الإفريقي للترايثلون بجانب طبعا المصري، وساهم كمان في تطوير اللعبة بشكل كبير جدا في القارة الأفريقية، وبدوره المؤثر كمان أصبح رئيسا لاتحاد الاتحادات الرياضية الإفريقية اللي اسمها أوكسا. كل هذه التفاصيل خلينا نعرفها أكثر بالحديث معه، هو سيادة اللواء أحمد ناصر رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للترايثلون. يا صباح الخير يا فندم، أهلا بيك. أهلا شرفتنا بوجود حضرتك معانا رئيس اتحاد الاتحادات زي ما بيقول أستاذ الأساتذة كده. احنا سعداء جدا بوجود حضرتك معانا، وأستاذ حضرتك عايزين نبتدي معاك بملف إلى حد ما يتقال عليه ملف ساخن ومهم، مسألة الفساد في القارة الأفريقية. الفساد في القارة الأفريقية. تمام. لأن يعني الفترة الأخيرة يعني سمعنا كلام كتير في هذا الإطار، فالفكرة جت منين وفكرة محاربة الفساد والقضاء عليه، وهل ده من الأدوار الرئيسية يعني الاتحاد أو اتحاد الاتحادات منوط بيها؟ هو الحقيقة اتحاد الاتحادات الأفريقية الرياضية هو اتحاد معني أو شريك الحركة الأولمبية الأفريقية الرياضية مع اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية. تمام. احنا دورنا الدور الفني في تنظيم جميع الدورات، مسؤولين عن دورات الألعاب الأفريقية، دورات الألعاب الشاطئية، دورات بالتنسيق طبعا مع الأنوكا أو اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية. مالك الدورات الأفريقية هو الاتحاد الأفريقي السياسي. طبعا زي اي اتحاد بيبقى له جزء اداري وجزء فني وجزء مسؤوليه اجتماعيه. من مسؤوليتنا الاجتماعيه اللي بتصب ايضا في الاداره الرياضيه، وهي مسؤوليتنا ان احنا نثقف ويبقى عندنا دور دعم الكوادر اللي موجوده والارتفاع بمستوى الكوادر مع الاتحادات الافريقيه كل في مكانه. يعني مثلا مش عايز الناس تفهم اني انا ما دام انا رئيس الاتحادات الافريقيه كلها ان انا بدير مثلا الكوره، لا طبعا الكوره بيديرها الاخ الرئيس احمد ومجلس ادارته، وفي نفس الوقت اللي فيه هم مسؤولين عن نشاطهم كاملا، ولكن احنا بنشترك معاهم ومع كره السله ومع كره الطايره ومع كامل الالعاب اللي عددهم او الاتحادات الافريقيه اللي عددها 72 اتحاد افريقي رياضي في اتحاديه الكونفدرالات الرياضيه الافريقيه، سواء اتحادات اولمبيه يعني مدرجه في البرنامج الاولمبي، او غير اولمبيه يعني مدرجه في اللجنه الاولمبيه وغير مدرجه في البرنامج الاولمبي، او العاب نوعيه. اجي لسؤال حضرتك بتاع الفساد الرياضي، الفساد في كل حته. احنا جت فكره محاربه الفساد الرياضي من فتره طويله من ساعه ما فكرنا فيها، ولقينا الحقيقه مبادره لما أقيم من هيئة الرقابة الإدارية في مصر محاربة الفساد على مستوى أفريقيا بكاملها، وكانت تحت رعاية وحضور فخامة الرئيس السيسي. الحقيقة إحنا خدنا من اللي حصل في المؤتمر، وكانوا اتكلموا على كل حاجة إلا الرياضة، فإحنا عملنا مؤتمر مكافحة الفساد الرياضي وتشرفنا برعاية برضو فخامة الرئيس السيسي، وكانت الحقيقة مؤتمر كبير جدا جدا، كان فيه جميع قادة الرياضة في أفريقيا والعالم، كان فيه حوالي 6 رؤساء اتحادات دولية ورئيس اتحاد الصحافة الرياضية الدولية وعدد كبير جدا من القادة، سواء كان على مستوى العالم أو أفريقيا أو العرب أو طبعا قادة الرياضة المصرية. ولا يخفى على حضراتكم أن مصر بدأت طبعا بالرياضة بشكل عام مع أفريقيا، وكان في فترة كانت مصر بعيدة عن أفريقيا بشكل أو بآخر، فطبعا البعد السياسي بيولد نوع من أنواع الجفاء، فالناس تبتدي تهجر الأماكن الرئيسية اللي هي أساسا بتحبها وعايزة تجيلها من الإخوة الأشقاء الأفارقة يعني. فكان الحقيقة الدور السياسي اللي لعبه سيادة الرئيس من يوم ما جه بأنه ابتدى يحتضن القارة الأفريقية، ابتدى ده يعني ينعكس علينا ما فيش شك، وابتدى ينعكس كمان على مسؤول الحكومة، مسؤولي الحكومة والرياض. يعني مثلا على سبيل المثال لو ما فيش دعم من الحكومة لن يكون هناك اتحادات رياضية أفريقية في مصر. فاحنا كان عندنا حوالي 13-14 اتحاد أفريقي رياضي قبل ما تولى المهمة في 2015، الحمد لله ربنا وفقنا وقدرنا نصل الآن لأن يكون عندنا 32 اتحاد أفريقي رياضي رؤسائهم مصريين. وده الحقيقة اللي عايز أقوله برضو حاجة مهمة جدا، إن مش إحنا اللي بنحط الناس دي
اللي بيختارهم الافارقه، اللي بيختارهم من كل العالم، سوري من العالم الافريقي، الاتحادات الافريقيه بتاعتهم اللي هي الاتحادات الوطنيه. ولو ما كانش مصر عندها دعم، ولو ما كانش القاده اللي نجحوا دول عندهم الكاريزما والقدره على ان هم ينجحوا، احنا اللي كل اللي بنعمله بنحاول ان احنا نسند معاهم ازاي يقدروا يقفوا يعني. فكان حكايه ابتدينا مؤتمر مكافحه الفساد الرياضي في افريقيا، الحمد لله كان مؤتمر ناجح جدا جدا، وطلعنا فيه بتوصيه كبيره جدا جدا. لكن طبعا لما جت كوفيد ابتدينا نشتغل على الويبينارز وحاجات كده واللقاءات على مستوى السوشيال ميديا، وما زلنا احنا بن 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 بنواصل هذا الموضوع، لان الموضوع ده مهم جدا جدا جدا. وفي اتفاق فيربل لسه ما دخلناش فيه بتوقيع مع هيئه الرقابه الاداريه، طبعا من احسن الهيئات اللي موجوده على مستوى افريقيا، ان هي تكون الاداه لمرصد للفساد الرياضي في افريقيا. طيب ده كلام محترم جدا. هننتقل بقى من الفساد، وبس هاخد من كلام حضرتك، لان فعلا فكره هنا توجه الدوله بيأثر بشكل كبير جدا برضو على الوضع اللي بيبقى موجود او الوضع الراهن. فكره هنا التوجه بالاهتمام بالرياضه على جميع المستويات وجميع الفئات، فاعتقد دي اثرت ولها يعني ردود فعل ايجابيه جدا في الاهتمام كمان بالرياضات المختلفه. لو وهنتكلم هنا كمان تحديدا عن الترايثلون بقى، عايزين نفهم من حضرتك اكتر، لان مش كل الناس فاهمه ايه رياضه الترايثلون، ومصر فين بالظبط عالميا، وازاي انتشرت اصلا عندنا، وهل هي مثلا منتشره عربيا وافريقيا، يعني عايزين نعرف بالظبط الاصل كمان هذه اللعبه فين. هو الترايثلون جاي من تراي يعني ثلاثه، وثلون يعني رياضه. زي في العاب مركبه، في بايثلون، باي يعني اثنين، وثلون يعني رياضه، رياضه الثنائي، ترايثلون ثلاثي، تترايثلون رباعي، بنتاثلون خماسي، وهبتاثلون سباعي، وديكاثلون عشاري. الموضوع كبير قوي. لا، ما دي الرياضات المركبه. ودي الحقيقه ابتدت من قبل الدورات الاولمبيه، من 1800 قبل الميلاد، الى ان اتى البارون بيير دي كوبرتان مؤسس الالعاب الاولمبيه الحديثه، وابتدى يدخل الخماسي الحديث سنه 1912، ثم توالت الالعاب. الترايثلون احد اللعبات المركبه الحديثه اللي دخلت في دوره الالعاب الاولمبيه في سيدني سنه 2000. وكان ليا شرف مع مجموعه من زمايلي في مصر ان احنا ندخلها في مصر، بناء على كانت مكالمه تليفونيه من ربنا يديله الصحه كابتن مدحت البلتاجي، كان ساعتها المدير التنفيذي لوزاره الشباب والرياضه، وقال لي الحقيقه عندنا لعبه اسمها كذا، كنت انا رئيس اتحاد الخماسي الحديث. فلما قال لي الحقيقه عملت لها لجنه وابتدينا فيها، ودخلنا المنطقه العربيه بيها، وابتدينا بعد كده لما سبت اتحاد الخماسي طلب مني من المهندس حسن صقر ربنا يديله الصحه ان هو اسس الاتحاد، فاسست الاتحاد وبدات فيه. والحقيقه ابتدينا في سنه 2009، والحمد لله تطورنا، كنا مبتدئين بست انديه او خمس انديه، النهارده ما شاء الله عندنا 30 نادي وهيئه، وعندنا ابطال ما شاء الله على مستوى قاره افريقيا، على المستوى العربيه، وعندنا الحمد لله رب العالمين بطلتنا بسمله السلموني بمدربها الكابتن احمد سلامه وطاقم تدريبها، ان شاء الله مؤهله لدوره الالعاب الاولمبيه 2021، ان شاء الله باذن الله تتم باذن الله الدوره. وعندنا برضو أمل في بعض الشباب، عندنا مثلا ما شاء الله أبطال كتير تأهلنا قبل كده لدورة الألعاب الأولمبية للشباب مرتين، وإحنا اتحاد وليد، فده طبعا يدل على أن هناك الحمد لله مجهود من الولاد والطاقم الفني والإداري اللي موجود معنا. طيب أنا عايز أسأل حضرتك في ضوء يعني احتفاظ مصر بمقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف، وكمان اتحاد كرة اليد، وبرضه في ضوء وجود مجموعه من الاتحادات الافريقيه في مصر، الموضوع ده مفيد للدوله على الصعيد الاقليمي والدولي او العالمي ازاي؟ شوف يا استاذ كريم، الرياضه اسمها سوفت باور او القوه الناعمه، هي والفن احسن اتنين تستطيع ان انت تخش وتتغلغل في الشعوب بيهم، لان دول حاجه بترتقي لمشاعر الناس وبتجذب الناس وتخلي الناس على كل المستويات انها بتشجع. هدي حضرتك مثال، حط اي عدد لمشاهدين لمباراه في كره القدم مثلا، الا ترى ان لما يطلع نجم كره القدم يقول حاجه هتتسمع ولا مش هتتسمع؟ هتتسمع اذا كان له شعبيه وقدره وبوبيلاريتي و الى اخره.
اما ابتدت تنتشر الالعاب وابتدت الناس تعرف ان في العاب اخرى، ابتدينا نستغل النجوم بتوع الالعاب الاخرى. اذا هناك استفاده كبيره جدا جدا بان الدوله يكون عندها هذا الكم والصرح من الاتحادات، سواء كان على المستوى القاري او المستوى الاقليمي او المستوى العالمي، لان عندنا ما شاء الله قدم من الرياضه. وعايز برضو بهذه المناسبة أقول إن أنا يعني بأرثي بمزيد من الحزن والأسى طبعا وفاة الأخ العزيز اللواء أحمد الفولي، كان أحد القادة الرياضيين المرموقين الحقيقة، وكان الحقيقة متولي هذا المنصب قبلي في اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية، كان نائب رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والحقيقة عمل لي بصمات كبيرة قوي على مستوى الرياضة. فعايز أقول أن هناك عندنا مجموعة من القادة الرياضيين ما شاء الله عليهم، يعني عاملين شغل جامد جدا جدا، منهم كمان الدكتور عمرو علواني رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطايرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي، عندنا الدكتور وجيه عزام، عندنا الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق، هو رئيس اتحاد الرياضة للجميع أيضا المصري والعربي الأفريقي، وكان ضيفكم هنا في أحد الحلقات، وهو لحسن الطالع هو أمين عام اتحادية الكونفدرالية الرياضية الأفريقية، وبنتشرف بوجوده معنا لأنه شخصية قوية. عايز أقول أيضا أن مهم جدا دور الدولة أنها هي اللي بتلعب العامل الرئيسي في أن هي تهيئ المجال والمناخ لأن يكون هناك قادة في أي حتة. يعني على سبيل المثال زي ما قلت من شوية، لولا مساعدة الدولة، ويمكن ما كملتش ده، اهتمام سيادة الرئيس بدخول أفريقيا واحتضان أفريقيا على المستوى السياسي الكبير، اهتمام رئيس الوزراء من خلال تشجيع وزارة الشباب والرياضة بوزير الشباب والرياضة الوزير الشاب الدكتور أشرف صبحي بفتح المجالات على مستوى استضافة معسكرات للاتحادات الأفريقية، فتح ودعم المقرات ومساعدة المقرات للاتحادات اللي بتكون مستضافة في مصر، دعمهم ماليا وزيادة الدعم المالي اللي موجود. الحقيقة حاجات كتير بتتعمل في خلال بتديك الفرصة ان انت يبقى عندك الرياحية في ان انت تتقدم كأحد العناصر الرياضية المتميزة انها تخش. طبعا الموضوع مش بالسهولة قوي اللي انا بقولها دي، فيها طبعا خلفيات يعني دواخل معينة، لكن عايز اقول ان دور الحكومة الحقيقة بتلعب دور، وانا لا اجامل طبعا، طول عمري معروف ان انا ما بجاملش، انما انا بقول الحقيقة ان القصة فعلا هناك مساعدة من الحكومة. ويمكن كان في اوقات من السادة الوزراء اللي كانوا مسكين ما كانش اهتمامهم حكاية الاتحادات الأفريقية خالص، إنما لما تولى دكتور أشرف الحقيقة ركز على هذا الموضوع بشكل قوي جدا جدا، وهو بيعتبر شريك قوي على مستوى أفريقيا بصفة عامة. ويمكن حضرتك قلت ملف قوي جدا، سواء كان على مستوى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، الاتحاد الأفريقي لكرة اليد مقره مش هنا، لا الاتحاد الافريقي لكره اليد اعتقد مقره في بنين لو انا عارف، ولا كان في اي فتره من الفترات مقره القاهره؟ لا انا مش متاكد. أوكي. مش متاكد من المعلومه، يبقى نرجع نشيك كلنا. لا مش متاكد من المعلومه، انما اللي انا متاكد منه ان الاتحاد الافريقي لكره القدم خد باع وذراع كبير جدا 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 لان احنا نحتفظ بيه في مصر، لان كانت هناك منافسه مع احد الدول العربيه الشقيقه، وكان الحقيقه كان فيها يعني عايز اقول حته من الضغط العنيف بشكل او باخر، الحقيقه برضو تحسب للدكتور اشرف صبحي بالمجهود اللي قام بيه، وبرضو المهندس هاني بوريده الحقيقه يعني وجوده في الاتحاد الافريقي وجوده في الاتحاد الدولي وقدرته على التربيط مع الناس طبعا ما كانش لوحده، لان الموضوع ما ينفعش انه يبقى لوحده، لولا الدوله بتدعمه من خلال وزاره الشباب والرياضه والاجهزه اللي حواليه. طبعا الاهميه للدوله بالظبط يعني بشكل عام طبعا. عشان كده كان الحقيقه صراع قوي جدا في كيفيه احتفاظنا بالاتحاد الافريقي لكره القدم في مصر، ودي الحقيقه يعني من الحاجات اللي بنقول عليها من الحسنات القويه اللي تمت على مستوى مصر. هو الوقت بيجري، بس احنا عندنا كم سؤال كده سريع نحاول نستفيد برضو وجود حضرتك معنا. اولا انا لو عايزه يا جماعه لو في صور يا ريت نعرضها بس بعد اذنكم عشان برضو وقت الناس عشان الوقت هقول لحضرتك عشان بس الصور يا ريت عشان نحاول الناس برضو تفهم ايه رياضه الترايثلون لو معانا يا ريت نعرضها. غير انا مهتمه بالترايثلون، انا مبسوطه انك مهتمه بالترايثلون. ما الفكره عنها
طيب خليني بقى في صور؟ ما فيش صور جاهزة دلوقتي. طيب حضرتك لابس حتى الأقصى، وأنا سألت حضرتك على كلمة أقصى، هي حاجة ترجع لمصطلح فرنساوي، فخلينا نعرف من حضرتك برضو أكتر. هي الأقصى اختصار لنيو دو كونفدراسيون سبورتيف أفريكا، أو اتحادية الكونفدرالات الرياضية الأفريقية، أو بالإنجليزي African Association of Sports Confederations. إحنا عندنا طبعا في أفريقيا بنتكلم بأربع لغات، العربي والإنجليزي والفرنساوي والبرتغالي أو الأسباني، فلازم يكون عندنا القدرة على ان احنا على الاقل نتعامل بشكل او باخر. انا حاسة الفرنش بتاع حضرتك حلو برضه، صح؟ باكل فرنش فرايز كتير يعني. يعني انت با فرونسي تري بيان ولا؟ امتي بو جو كوم. لا ده احنا برنامج عالمي يا اخوانا، والله العظيم بتكلم بامانه، يعني ده برنامج عالمي بالمعنى الحرفي زي ما حضراتكم شايفين. بس انا حاسة الاكسون بتاعت سيادة اللواء برضه يعني. طب يا فندم الاكسون الحاضرة، ويعني وحضرتك برضه كان ليك باع قبل كده في مجال العمل الاعلامي، هل رئاستك للاتحادات دي خدتك او خطفتك بعيدا عن الاعلام؟ الحقيقه يا استاذ كريم، وانا الحقيقه حزين للموضوع ده، لان انا بحب التلفزيون. لما انت قاعد في 45 سنه فيها ست ربنا يخليك يا فندم. يعني ليه حزين اصلا؟ ربنا يخليك، ربنا يخليك. اما تقعد وتقدر تدي، وتقدر يبقى معاك ناس تدي بيها بشكل كويس، بتحس ان انت وبتبقى موتشوال، مالكش في ان انت تنحاز لحد او الى اخره، فبتوضح وجهات نظر من الممكن انها تكون كويس. فالحمد لله الواحد خد تجربه كبيره جدا مع التلفزيون المصري، والتلفزيون المصري زي ما حضرتكم عارفين يعني مدرسه، في ان انت ماسبيرو ده مدرسه، في ان انت لما تطلع من ماسبيرو بتبقى يعني ما شاء الله يعني عندك القدره. طيب ست اللواء للاسف الوقت بيجري او جيري خلاص. بالعكس انا سعيد ان انا والله احنا سعداء اكتر، ورغم برضو ان انا كان نفسي معانا صور علشان نعرضها برضو، نعرف الناس اكتر عن الرياضه، ولو ان احنا برضو في البرنامج هنا كتير اتكلمنا عن هذه الرياضه ومتابعين طبعا الاخبار، بس نورتنا ست اللواء، اهلا بحضرتك. جدا جدا انا بتمنى لحضرتك كل التوفيق في الملفات اللي جايه كلها ان شاء الله. سعدنا بوجود حضرتك. ربنا يخليك، وبحيي قناه النادي الاهلي على اللوكيشن الشنيع العظيم ده، وبحييه على المذيعين المحترمين اللي هو انتوا. انا سعيد بيكم، لان انا الحقيقه اما بشوفكم ببقى سعيد في ان انتوا بتادوا رساله جميله، زائد ان انتوا بتذاكروا ملفات، رغم ان في حاجات مش واضحه الا انكم بتذاكروا ملفات. بالتوفيق ان شاء الله، وبالتوفيق لقناه النادي الاهلي. شكرا. طيب.